بالنسبه لمرضى داء السكري ما يضرش مثلا الا خداه في الصباح وخداه في العشيه، عرق السوس مثلا كيحليو به عوض السكر. بطبيعه الحال هو العرق السوس عنده واحد لو بوفوار سوكران، معنى انه ملي كديرو كيعطيك داك الاحساس بالحلاوه. ولكن بالنسبه للامكانيه ديالو لانه يطلع لنا السكر قليله بزاف، يعني درجه ديك الحلاوه اللي فيه ماشي كامله سكريات، يعني ماشي كامله كيتم الامتصاص نتاعها. داكشي علاش في بعض الاحيان كننصحوا الناس اللي كيستهلكوا الشاي بكثر على انهم يجربوا، بطبيعه الحال خاصهم يحبوا هذاك المذاق، لان كاين واحد لاغيغو كيكون مع العرق السوس، كاين الناس اللي ما كيبغيوش، كما كاين الاوراق ديال ستيفيا ولا بعض الاعشاب اخرى اللي كتعطينا هذاك الاحساس بالحلاوه. فإلا كان الاستعمال ديالو هنايا والانسان كيحبو، فبطبيعه الحال هو كنفضلو على انه هو اللي حل به، علما بانه حنا من بين الحويجات اللي كنسعوا ليهم على ان الانسان المصاب بالداء السكري يحاول ما امكن على انه يربي المذاق ديالو، يعاد على حويجات اللي هما 100% طبيعيه.